100% hit. Hit Radio. اولا انا اهني طلبه هذه المدرسه التي قدموا لنا هذه الدعوه من اجل تداول في شان الجامعه وربما في شان المغرب ككل. وهذه استجابه هي طبيعيه، لان عادتي عندما اوجد دعم من طرف الطلبه فاستجيب نعم كلما اتاحت الظروف ذلك. والهدف هو التواصل مع الشباب، لأن بناء مستقبل المغربي مرتبط كذلك بثقافة الشباب وبوعي الشباب وبقدرة الشباب على رفع تحديات المستقبل. إذا لابد أن نطرح التحديات التي تقف في وجه المغرب حتى يطلع عليها الطالب ويكون مهيئ لهذه التحديات، لأن العولمة أمر صعب جدا، والمغرب منفتح على العالم، وقوة كل دولة هي في العلم. وأتمنى لهؤلاء الطلبة إن شاء الله أن يكونوا مجاهدين على المستوى العلمي إن شاء الله. رسالة للمستمعين الشباب. رسالة للمستمعين الشباب، هناك عنصران أساسيًا في كل مجتمع، العلم والعمل. إذا غاب أحدهما تأخرت البلاد. إذا الركيزتين الأساسيتين هما العلم والعمل. دونك إحنا avant tout كنا on contribue sur la promotion de l'entrepreneuriat en Maroc. Et parmi les choses c'est de pouvoir attribuer à l'étudiant une vision claire de l'enseignement supérieur au Maroc. Et surtout la nouvelle réforme qui a bouleversé tout le monde était un sujet vraiment, vraiment majeur. Et du coup, cette conférence ou ce débat était un but vraiment essentiel pour pouvoir englober tout ça. 100% Hit. Hit Radio.